السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز. هذا المقطع إن شاء الله للمبتدئين بخصوص موضوع كريبس. ليش ما يشتغل كريبس؟ ما يستقبل البضاعة لما أوصل له إياها؟ الحين الحل الوحيد لهذا الموضوع موجود في المخيم نفسه. ففي ناس كانت تشتكي تقول والله ما أعرف شو أعمل، كريبس يطلع من المخيم زعلان او كريبس ما يشتغل. الموضوع وما فيه انه انت لما توصل وتروح عند طاولة التاجر راح تشوف ايش، انه كأنك ما عملت شيء احمر، بس انت بالفعل عملت شيء ولكن بعد كريبس ما راضي يشتغل لك اصلا. فهنا لازم تدفع مبلغ قدره تقريبا 4 دولار في المخيم. عشان نعمل هذه الطريقة، هذا الشرح الحين واضح، وراح يوريكم انه في مكان موجود في المخيم، بس توصل له تضرب عليه مربع تقريبا وراح تحصل على 4، راح تدفع 4 دولار ومنها كريبس، راح تلاحظ انه راح يرجع للمخيم. فالعملية بسيطة، يعني انت مجرد ما تنهي المهمة توصل البضاعة تروح الطاولة تتأكد من هذا الموضوع راح تشوف كريبس. احيانا في رجل شيبه يكون موجود في المخيم نفس الشيء، يطالبك ب 4 دولار، بس ما ادري شو العلاقه، يعني يمكن لها علاقه، اعطيه 4 دولار وفي نفس الوقت باستطاعتك انك تتخلص منه او تخليه يهرب من المخيم. تمام، بس انا ارجع واقول انه 4 دولار هذه مهمه في حال انك تريد كريبس يكمل شغله. مثل ما نشوف هذا هو الموقع بالضبط اللي راح تدفع فيه المبلغ. يقول لك هنا هيل كريبس 4 دولار، اعتقد يمكن اعطي كريبس 4 دولار عشان يقتنع. اوكي، هذه كل السالفة وكل العملية. شكرا لكم على حسن المتابعة. كان معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. طبعا بعد شوية راح نشوفوا كريبس يرجع المخيم وهو مرتاح نفسيا عشان يكمل مشوار صناعة بضاعة التاجر. حياكم الله. لا شكله واضح ان الشباب يريد راتب، يريد راتب. هو الحين كم سنة شغال، يشتغل عندي كم سنة ويحتاج راتب، يعني يستاهل، يستاهل كريبس، يستاهل كل خير هذا، يستاهل. فراح نعطيه الراتب 4 دولار يعني. المصيبة انه جاي يقعد. قم اشتغل يا كريبس. والله يعني انا اعطيك خلاص راتب وتقعد على كرسيك؟ روح طاولة التاجر واشتغل يا ابو الشباب. يلا يلا.